السلام عليكم طلاب الأحباء، أنتقل إلى شرح المحاضرة الثانية والمفردة الثانية من مفردات مادة الامتحان الثاني لمادة لغة عربية 101، وهي المقامة العلمية لبديع الزمان الهمداني. لابد أولا أن أعرف تعريف المقامة لغة واصطلاحا، وأنتقل إلى المقامة والمعاني والخصائص الفنية التي وردت بها. أولا، المعنى اللغوي لكلمة المقام والمقامة: إن الناظر تحت مادة قوم في أي معجم من معاجم اللغة مثل لسان العرب يجد ما يلي: المقام والمقامة، مقام ومقامة هو المكان الذي نقيم فيه، وقيل المقامة الإقامة، المقام والمقام هي الإقامة أو موضع القيام. إذا أول شيء ورد المكان، الأمر الثاني موضع القيام. وأما المقامة بفتح الميم فهي المجلس أو الجماعة من الناس في المجلس. إذا القوم إما المكان أو الموضع، أما المقامة إما المجلس المكان الذي يجلسون فيه أو الأشخاص الذين يجلسون في ذلك المكان. وهي بذلك، إذا هذه المعاني كلها تلتقي في المكان أو من يقيمون في المكان ويجتمعون فيه. المعنى الاصطلاحي للمقامة هي فن أدبي من فنون النثر، فن أدبي من فنون النثر، وهو فن له بناؤه الخاص وخصائصه الفنية. من الذي جاء بهذه المقامات؟ بديع الزمان الهمداني من أصحاب المقامات، وهو أول من أكسب المقامة معناها الاصطلاحي. إذن بديع الزمان الهمداني ممن كتب في المقامات، وهو أول من أعطاها المعنى الاصطلاحي. ما هو المعنى الاصطلاحي؟ استخدم بديع الزمان الهمداني مصطلح المقامة بمعنى هي أحاديث تلقى على مسامع جماعة من الناس، أحاديث تلقى على مسامع جماعة من الناس. لاحظوا المعنى اللغوي، المكان أو من يجلسون في المكان. أما هنا المعنى الاصطلاحي هي الأحاديث التي تلقى على مسامع جماعة من الناس. فجاءت المقامة حسب ما يرى حديثا يرويه راو. إذن المقامة حديث يرويه راو معين. من هو الراوي في المقامات؟ هو عيسى بن هشام، عيسى بن هشام، ويحكي فيه حكايات أو قصص قام بها البطل. من هو البطل؟ أبو الفتح الإسكندري. إذن الراوي عيسى بن هشام، البطل أبو الفتح الإسكندري. وكان هذا البطل متسولا شحاذا يسعى إلى جمع المال. وكان هذا البطل، من هو البطل؟ أبو الفتح الإسكندري. إذن عند الكاتب بديع الزمان الهمداني، وعندنا الراوي عيسى بن هشام، وعندنا البطل أبو الفتح الإسكندري. أهم الأصول التي تأثر بها بديع الزمان الهمداني صاحب المقامات: أحاديث ابن دريد، مقامات الزهاد والعباد، أحاديث الجاحظ، أشعار الكدية، حكاية أبي القاسم البغدادي المنسوبة إلى الأزدي. إذن عندنا خمسة أصول تأثر بها بديع الزمان الهمداني: أحاديث ابن دريد، مقامات الزهاد والعباد، أحاديث الجاحظ، أشعار الكدية، وحكاية أبي القاسم البغدادي. أما أشهر كتاب المقامة بديع الزمان الهمداني والحريري، من أشهر، في أكثر من كاتب للمقامة، لكن من أشهرهم بديع الزمان الهمداني والحريري. والآن بدأ يتحدث عن حياة بديع الزمان الهمداني. هو أبو الفضل أحمد بن الحسين بن يحيى، لقب ببديع الزمان، ينسب إلى همذان في بلاد فارس. هو عربي كما يبدو في قوله: همذان المولد وتغلب المورد ومضر المحتد. ولادته، ولد في همذان في سنة 358 للهجرة، وتوفي في 398 للهجرة. له شعر ورسائل ومقامات، شعر ورسائل ومقامات. أغراض مقامات بديع الزمان الهمداني: كتب بديع الزمان الهمداني في أكثر من غرض، يعني كان حينما يكتب المقامة يقصد فيها أو يريد أن يوصل غرض معين، منها الكدية
الحيلة، الكدية يعني الحيلة، حيل يستخدمها في سبيل الحصول على مبتغى، بيان القدرة اللغوية، تصوير ظواهر وأبعاد اجتماعية، نقد أدبي، وصف، مدح، وعظ، هجاء وتعريض، وهزل وإضحاك. إذا 9 أغراض كتب فيها بديع الزمان الهمداني الكدية، وأغلب مقامات بديع الزمان الهمداني تقوم على الكدية. وبيان القدرة اللغوية كان يستعرض من خلال مقاماته بيان القدرة اللغوية، تصوير و لأبعاد اجتماعية، نقد أدبي كما يقصد النقد الأدبي، الوصف، المدح، الوعظ، الهجاء والتعريض، والهزل والإضحاك. المقام العلمية نبدأ فيها في المقام العلمية. كنت في بعض مطارح الغربة مجتازا، فإذا أنا برجل يقول لآخر: بما أدركت العلم؟ وهو يجيبه قال: طلبته فوجدته بعيد المرام، لا يصطاد بالسهام، ولا يقسم بالأزلام، ولا يرى في المنام، ولا يضبط باللجام، ولا يورث عن الأعمام، ولا يستعار عن الكرام. فتوسلت إليه بافتراش المذر واستناد الحجر ورد الضجر وركوب الخطر وإدمان السهر واصطحاب السفر وكثرة النظر وإعمال الفكر. فوجدته شيئا لا يصلح إلا للغرس، ولا يغرس إلا بالنفس، وصيدا لا يقع إلا في الندر، ولا ينشب إلا في الصدر، وطائرا لا يخدعه إلا قنص اللفظ، ولا يعلقه إلا شرك الحفظ. فحملته على الروح، وحبسته على العين، وأنفقت من العيش، وخزنت في القلب، وحررت بالدرس، واسترحت من النظر إلى التحقيق، ومن التحقيق إلى التعليق، واستعنت في ذلك بالتوفيق، فسمعت من الكلام ما فتق السمع، ووصل إلى القلب، وتغلغل في الصدر، فقلت: يا فتى، ومن أين مطلع هذه الشمس؟ فجعل يقول: إسكندرية داري، لو قر فيها قراري، لكن بالشام ليلي وفي العراق نهاري. هذه المقامة، وسنبدأ الآن بالحديث عن المعاني وسمات المقامة. أولا المعاني التي وردت في المقامة، لما قال مطارح الغربة هي أماكن الغربة التي قصدها في سفره، مجتازا لما قال مطارح الغربة مجتازا بمعنى سالكا وقاطعا وعابرا، لا يقسم بالأزلام لما قال لا يصطاد بالسهام ولا يقسم بالأزلام. السهام هي كان في أهل الجاهلية يستقسمون بها، أي بمعنى معنى هذه العبارة أن العلم لا ينال بالحظ، إنما بالبذل والجد والتعب. بعيد المرام أي بعيد المطلب. المدر اللي هي قطع طين يابسة. رد الضجر دفع السأم، التعب والسأم بالصبر والمصابرة. اصطحاب السفر اتخاذ السفر صاحبا، إذا كناية هنا عن كثرة الأسفار في سبيل طلب العلم. فسمعت من الكلام ما فتق السمع، أي أنه عندما سمع هذا الكلام أدرك قيمة العلم ومنزلة العلم. كثرة النظر إدامة القراءة والتفكير. لا ينشب إلا في الصدر، ينشب بمعنى يعلق ويتعلق، والصدر هنا القلب، الصدر قلب. والمعنى لا يثبت العلم إلا في القلب ولا يعلق إلا به. حبست العين عليه أي أدمنت النظر في الكتب، بقي يطيل النظر في تلك الكتب. إسكندرية داري هنا إشارة إلى المكان الذي نشأ فيه وهو الإسكندرية، لكنه كان يتنقل من العراق إلى الشام، أي يذهب إلى أكثر من جهة. الشخصيات التي وردت في المقامة، الشخصية الأولى اللي هي مدون المقامة، كاتب المقامة بديع الزمان الهمذاني. الشخصية الثانية الراوي، وهو عيسى بن هشام، هو شخصية من نسج خيال المؤلف. من هو المؤلف؟ بديع الزمان الهمذاني، يروي المقام على لسان من؟ عيسى بن هشام. والثالثة هي الرجل الأول الذي كان يسأل، وهي شخصية ثانوية.
والشخصية الرابعة هي شخصية مركزية الذي كان يتحدث عن العلم، وهو الرجل الثاني أبو الفتح الإسكندري، وهو بطل مقامات بديع الزمان الهمداني، وفي كل مقام يتخذ وجه وشكل وزين. إذا عندنا أربع شخصيات، الأولى الكاتب بديع الزمان الهمداني، الثانية الراوي هي نسج خيال المؤلف عيسى بن هشام، الثالث الرجل الأول وهو شخصية ثانوية، والرجل الثاني الذي كان يتحدث عن العلم هو أبو الفتح الإسكندري وهو شخصية رئيسية. أحداث المقامة ومكانها: جرت هذه المقامة في إحدى أماكن الغربة التي قصدها البطل في أسفاره، وتحدث فيها الكاتب عن العلم، يعني إذا تتحدث عن منزلة العلم، فبين لنا أهم صفات العلم. واحد، هو صعب المنال، لا يصطاد ولا يورث ولا يرى، كما أشاد، إذا هو صعب المنال، لا يصطاد ولا يورث ولا يرى، وأشاد أيضا الكاتب بأهم مراحل العلم التي يمر بها الإنسان في مراحل في طلبه للعلم: إدمان السهر، اصطحاب السفر، كثرة الأسفار، إعمال الفكر، وكثرة النظر، مداومة النظر في الكتب. ثم ختم مقامته بنظم شعري. إذا تختم المقام غالبا بنظم شعري، كلام منظوم. ما هو الكلام المنظوم؟ الشعر يظهر أهمية إدراك العلم. سبب تسمية المقامة، ليه سميت بالمقامة العلمية؟ لأن المقامة تحدثت عن العلم وصفاته ومراحله، سميت بهذا الاسم. نوع المقامة هي مقامة طبعا علمية، وهي واقعية استخدم فيها الكاتب حقيقة علمية، وهي كيفية إدراك العلم. مراحل اكتساب العلم، المراحل التي يمر فيها الإنسان في اكتسابه للعلم: إدمان السهر، اصطحاب السفر، إدمان السهر أنه يسهر كثيرا في القراءة، اصطحاب السفر، كثرة الأسفار، إعمال الفكر أي العقل يكون حاضر، وكثرة النظر، كثرة مداومة النظر في الكتب. أبرز سمات المقامة العلمية، أبرز سمات: الدقة في اختيار الألفاظ والعبارات المناسبة للمعاني، الوضوح وعدم الميل لاستخدام الألفاظ الغريبة، الألفاظ كانت واضحة، استخدام بعض الفنون كالجناس والسجع، بعض الفنون كالجناس والسجع، يبدو أسلوب السرد القصصي الوصفي واضحا في هذه المقامة. إذا استخدم أسلوب السرد القصصي الوصفي، لأنه بدأ قال فقلت، إذا هذا أسلوب سرد قصصي. توظيف الكناية في التعبير، لما قال اصطحاب الأسفار، في كثرة أكثر من كلمة كان يستخدم الكنايات. استخدم الكاتب الحوار في مقامته، جاءت خاتمة هذه المقامة متوقعة ومتناسبة مع الموضوع، لم تكن مثلا فيها شيء غريب أو شيء مخالف أو شيء غير متوقع. أما العبرة من هذه المقامة فهي قيمة إدراك العلم. هذا أبرز شيء يتعلق في المقامة. يعطيكم ألف عافية.